والقيادات الشبابية التي انضمت إلى هذه المبادرة. عندك في المحافظة هل تم تشكيل فعلا شباب هذه المبادرة؟ أولا برحب بسيادة اللواء شبل ومصطفى بيه وحضرتك يا دكتور مصطفى. احنا في سوهاج يعني اجتمعنا مع بعض مع المشرف العام لمحافظة سوهاج أستاذ جهان علي ربيع، وأتمنا التشكيل بتاعنا عبارة عن مكتب تنفيذي شباب أقل من 35 سنة متخصصة، ومجلس استشاري وحكماء. تمام. المجلس الاستشاري يرأسه اللواء حسين المدني لواء شرطة سابق. تمام. ومجلس الحكام يرأسه الدكتور القس عماد تفيد بدر. تمام. ده رئيس الكنيسة الإنجيلية بسوهاج. تمام. وعندنا برضو رئيس لجنة المصالحات اللواء محمد أبو ضيف، ده لواء شرطة سابق أيضا. ومعظم التشكيل قيادة شبابية، يعني كل واحد في تخصصه، يعني مثلا أمين الإعلام راجل صحفي. تمام. أمين الزراعة راجل ليه علاقة بالفلاحين وبينهم وعارف مشاكلهم. احترام التخصص. وعارف مشاكلهم، ولما نقول له ايه المشاكل اللي عندك يقول لنا المشاكل 1 2 3 4. تمام. بعدين في عندنا حاجة، ضفنا حاجة اسمها لجنة الابتكار والإبداع، يعني أي شاب عنده فكرة عايز بنك معلومات. لا، شاب عنده فكرة عايز يطورها. تمام. أو مش عارف يعمل، عنده فكرة مش عارف يعمل ايه. تمام. احنا نوديه للخبير المختص مثلا في الجامعه، استاذ جامعه مثلا. تمام. يقول له تشتغل 1 2 3 4، ونشتغل على الفكره بتاعته، وبعد كده ايه نشوف له مؤسسه مثلا زي مؤسسه انجاز، نادي الرواد برضو عملنا معاه لقاء برضو، وعملنا اجتماع للتشكيل كله. تمام. وقلنا كل واحد هيختمنا في ايه، او هنعمل بروتوكول مثلا مع وزاره الشباب، هنعمل بروتوكول مع وزاره الثقافه، بحيث ان احنا نكون جيل من القيادات الشبابيه قادر على تحمل المسؤوليه، شباب واعي ينبز الفكر المتطرف. تمام. قادر على تحمل المسؤوليه وقادر على القياده بعد كده، لان الشباب هم يعني هم الثروه الحقيقيه، هم الثروه الحقيقيه. وبرنامج الرئاسي بتاع الرئيس يعني بيتكلم عن النقطه دي، فاحنا عايزين نعمل دعم وسبورت للقياده السياسيه في النقطه دي. تمام. ان احنا نعمل جيل من القيادات الشبابيه قادر على تحمل المسؤوليه وقادر على القياده بعد كده. تمام. استاذ حضرتك بروح دكتوره شيماء كمال ومحافظه اسوان، هل حضرتك تم تشكيل المكتب عند حضرتك؟ بالفعل تم التشكيل، واحنا كمان ركزنا في محافظه اسوان لان هي اقرب، يعني اقرب مكان للسودان ان احنا